ككل احنا من الاهداف ديال هاد الظروف المنسي، اولا كان عندنا كيفاش نوفروا مقعد دراسي لكل تلميذ في التعليم العمومي. ثانيا كيفاش نقصوا من الاكتظاظ في بعض الفصول الدراسية، خاصة بعض المناطق وبعض المؤسسات التعليمية. وثالثا كان الهدف أيضا كيفاش ديك الأقسام المشتركة، وخاصة الأقسام اللي هي أكثر من ثلاثة ديال المستويات، نقصوا من العدد ديالها. باش نوصلوا لهاد الأهداف لازم نعطيكم فكرة على شنو هو الدخول المدرسي المنتظر، شنو هما عدد التلاميذ اللي حنا تنتظروا بأن غادي يلتحقوا في هاد الدخول المدرسي بالمؤسسات التعليمية. عندنا تقريبا إلى خلينا غير الأسلاك الثلاث، الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، كاين تقريبا واحد 8,112,000 تلميذ اللي غادي يلتحقوا، تقريبا 6,945,000، نقولوا تقريبا 7 مليون اللي غادي يلتحقوا بالعمومي، 1,136,000 اللي غادي يلتحقوا بالخصوصي. متى نشوفوا هاد اللي غادي يلتحقوا بالعمومي، وبغيت نركز هنا على العمومي، تنشوفوا بان تقريبا الابتدائي يمكن عدد ديال التلامذ يمكن نقولوا مستقر ولا بدا ينخفض شيئا ما، ولكن على العموم كنا نعتبروه بان من سنه لاخرى بدا يرجع مستقر. ولكن عدد التلامذ في الاعدادي وفي التاهيلي ترتفع بواحد الوتيره اللي هي جد جد مهمه، اللي تتفوت 5% في الاعدادي وتتفوت 12% في التاهيلي. في الحقيقه هذا الطلب خصنا نضيفوا له ايضا الطلب ديال التعليم الاولي. انتم ما تعرفوا دابا حنا غاديين في تعميم التعليم الاولي، كل التلاميذ ديال 4 سنين وديال 5 سنين بغيناهم يلتحقوا بالتعليم الاولي. ولحد الان عندنا تقريبا كنا نقولوا تقريبا 1 مليون ديال التلاميذ اللي ديال الاطفال اللي تلتحقوا بالتعليم لا العمومي ولا الخصوصي. هاد اللي هو تيضاف على 8 مليون اللي تيجعل بان الدخول المدرسي، مثلا نقولوا الدخول المدرسي الحقيقه ما بين 4 سنين حتى الباك، تقريبا عندنا 9 مليون ما فوق، اكثر من 9 مليون ديال التلاميذ اللي تيلتحقوا. هاد التعليم الاولي الحقيقه فيه ايضا ترتفع العدد ترتفع، ولكن اللي هو ايضا مهم من سنه لسنه الارتفاع اكثر من 3%، ولكن التعليم العمومي فيه ترتفع بواحد الوتيره اللي هي اكثر ما بين 5 حتى 6%، لان في التعليم الاولي مازال كاين التعليم الاولي الغير مهيكل اللي تنقص شيئا ما، والعمومي اللي هو الان ولكن فيه واحد المستوى ديال الجوده، العدد ديال التلاميذ ترتفع. وفي هاد العمومي دونك اللي فيه تقريبا اليوم اكثر من 650,000 تلميذ، هذا العمومي الان هناك جمعيات اللي هي تدير التدبير ديالو، واللي تم في الحقيقه انتقاء ديال هذه الجمعيات اللي تتساعد باش نحسنوا الجوده. في مقابل هذا الطلب اللي حنا تنلاحظوه، هناك ايضا واحد المجهود اللي تيدار باش نوسعوا العرض اولا باحداث مدارس جديده. وفي هذا الدخول المدرسي عندنا تقريبا 189 مؤسسه جديده اللي غتفتح الابواب ديالها، واللي بطبيعه الحال تتساعد باش يكون تجاوب مع
تلامد اللي كاينين في بعض المناطق، ونقصوا من بعد المؤسسات التعليمية في علاقتها مع الساكنة. وفي نفس الوقت تنوسعوا إحداث مؤسسة جديدة، ولكن في نفس الوقت في المؤسسات اللي هي كاينة تنرفعوا من عدد الأقسام. هناك واحد توسيع أقسام اللي أو الحجرات اللي هي دراسية اللي هي كاينة في هذه المؤسسات. عندنا تقريبا واحد 3500 حجرة جديدة اللي هي في المؤسسات اللي كاينة، اللي أيضا تتساعد باش نقصوا من ذاك الاكتظاظ اللي كاين في بعض المؤسسات. في نفس الوقت كاين إحداث واحد 15 داخلية اللي هي جديدة، خاصة في العالم القروي، لأن هنا فين كاين الخصص ديال ما يخص هاد المؤسسات. هذا تيجعل بأن في الحقيقة اليوم عدد المؤسسات التعليمية تتوصل، يمكن مجموع ديال المؤسسات التعليمية توصل تقريبا لواحد 12,300 مؤسسة تعليمية. في الحقيقة بعد منها راهم مجموعات مدارس. إلى حسبنا الفرعيات خصنا نضيفوا واحد 13,000 فرعية اللي هي إضافية، اللي هي كاينة موجودة في المنظومة. ولمواكبة هذه المعطيات ديال البناءات اللي تمت باش نهيئوا الدخول المدرسي، ولكن اللي هو مهم هو ايضا الموارد البشريه اللي تتواكب هذا ارتفاع عدد التلامذ. وهنا لازم نشير بان تم 18,000 مدرس جديد اللي تم اللي هما التحقوا بالمؤسسات التعليمية. في هاد 18,000 باش نعطيكم الأرقام بكل وضوح، فيها واحد الجزء اللي هو تيعوض الأساتذة أو الأطر لا التربوية ولا الإدارية اللي مشى للتقاعد أو اللي غادر خلال في آخر هاد السنة، تقريبا واحد 8,000، و10,000 هي إضافية اللي تتجي باش تواكب هذا المجهود ديال توسيع العرض المدرسي وديال تخفيف من الاكتظاظ. وممكن نقولوا، انا غير باش نعطيكم بعض الارقام، بان اليوم الاكتظاظ في التعليم في الابتدائي تقريبا عدد الاقسام اللي مازال فيها عدد تلامذ تيفوت 40 تلميذ ما تتجاوز 4%، ولكن مازال عندنا اكتظاظ اللي هو كاين في الإعدادي وفي التأهيلي، اللي تيفوت بعض الأحيان في الإعدادي يمكن يوصل حتى 20%، وفي التأهيلي تيفوت 10%. وهذا تيبين بأن هذا المجهود خصو يكون مجهود مستمر، ومازال من طبيعة الحال فيه حاجة باش نواكبوا هذا الطلب اللي كاين فيما يخص المدارس والمقاعد المدرسية.